سؤال من علي محمود، سؤال جيد ممتاز. إذا الشير سكرين طالع يمك، هذا هو روبي موشن، تمام؟ روبي موشن، روبي موشن يصنع لك كروس بلاتفورم ابلكيشن للايفون والاندرويد، وكذلك يصنع لك تطبيقات لاو اس اكس، يعني لحاسبات الماك باستخدام الروبي، تمام؟ طبعا هي تكون نيتف ابلكيشن، نيتف ابس ان روبي. لاحظ هاي بالنسبه للايفون، بالنسبه للماك، وبالنسبه للاندرويد كروس بلاتفورم، يعني مره واحده تطبقها وتشتغل على جميع المنصات، تمام. اذا خلونا ننتقل للمرحله الثانيه اللي هو كيف تنصيبها بال ويندوز 7. طبعا انا دا استخدم Parallels اللي هي فيرتشوال ماشين الخاص بالماك. خلونا نجرب الويندوز 7. طيب في الويندوز 7 انا راح احتاج مجموعه اشياء احملها. طبعا انت هنا عندك اول شيء خلينا نروح على الفايلز داونلود، تمام. هنا في الداونلودز عندي مجموعة وين كنت أنا واضعها، ويندوز فايلز، أوكي. راح أحمل الكروم، طبعا هذا الويندوز تم تنصيبها قبل ساعات، اللي هي لا تحتوي على أي مكتبة، أوكي، يعني ويندوز فريش خالية من مكاتب. قلت حتى نتأكد نشوف شو ما هي الأشياء اللي قد نحتاجها بمراحل التنصيب، تمام. وهذا الكروم هو أوفلاين، يعني لا يحتاج إلى إنترنت، أوكي. أوفلاين كروم إنستاليشن. طيب لو نرجع للبراوزر خاص بينا، بالنسبة للروبي كيف يتم تنصيبها؟ طبعا إحنا بس مجرد نكتب روبي on rails windows، تمام. يعني فقط اكتب في الجوجل ruby on rails windows، راح يطلع لك اول شيء اللي هو railsinstaller.org. لما اضغط على railsinstaller.org، تمام، هذا هو موقع rails.installer.org. راح اعطيكم الرابط، هذا هو الرابط. طيب railsinstaller هذا لجماعة الويندوز، أوكي، والماك. إحنا عندنا ويندوز روبي 2.2 للناس اللي تستخدم روبي أون ريلز 5، وعندنا أيضا روبي 2.3 للناس اللي تريد تستخدم 5.1. إحنا راح نستخدم روبي 2.3، وراح نستخدم أحدث روبي أون ريلز اللي هي 5.1، تمام. كل اللي تحتاجه مجرد تعمل كليك عليها، كليك عليها ويبدأ بعملية الداونلود. إذا تلاحظ يبدأ عملية الداونلود، أوكي. إذا نرجع للويندوز 7، تمام. الآن إحنا عدنا هذا الكروم مثل ما نلاحظه في الويندوز 7 موجود، تمام، هذا موجود في الويندوز 7، أوكي. إذا نكتب هنا فقط روبي، روبي on rails windows، وأعمل Enter، لاحظ راح يظهر لي Rails Installer. مجرد أعمل كليك على Rails Installer وأقوم بتنصيبها. طبعا أنا قمت مسبقا بتنصيبها، يعني تحميلها، أوكي، عملت كليك على هذا. فلما أجي ألاحظ أنه أنا عندي Rails Installer 3.4، أوكي، لاحظ هنا 3.4 اللي هو من الروبي 2.3. لما أضغط عليه كليك على سبيل المثال عفوا، لاحظوا هذا لما أعمل عليه كليك يظهر لي من 3.4، تمام؟ إذا 3.4 انستلر هو روبي 2.3 مثل ما لاحظنا. عفوا. طيب إذا احنا نعمل كليك على Rails انستلر، نجي نعمل عليه accept، نضغط next، install، يقوم بالتنصيب. طبعا راح يقوم بتنصيب مجموعة ملفات. ما هي الملفات؟ راح ينصب الروبي، راح ينصب الرايلز 5.5، راح ينصب البندل، راح ينصب الجيت، راح ينصب الاس كيو ال لايت، وينصب التايني تي دي اس، واس كيو ال سيرفر سبورت، والديف كيت،
أو كيد. خلونا نشوف شنو المشاكل اللي ممكن تواجهنا في الويندوز 7 وكيف نتفاداها ونحلها. طيب هنا احنا يقوم بتنصيب مجموعة أشياء. على سبيل المثال الروبي يحتاج انه احنا نحملها. ليش؟ لان احنا نستخدم الريلز. احنا نعرف انه روبي اون ريلز هو اصلا مصمم بالروبي، فاكيد لازم يكون اللغة موجودة. البندل فكرة من عنده انه يقوم بعملية تنصيب كل المركبات اللي تعتمد عليها الريلز. على سبيل المثال انه انت روبي اون ريلز تريد تربطها مع ماي اس كيو ال، كيف تربطها مع ماي اس كيو ال؟ هذول الاثنين لغتين منفصلة، لازم يكون عندك ادابتر، لازم يكون عندك محولة يربط بين الريلز وبين الاس كيو ال، تعملها عن طريق الباندل. على سبيل المثال في شخص عامل اي بي اي معين تسحب الملفات على شكل جيسون فايل او اكس ام ال، اريد هذا اربطها مع مشروعي، كيف تربطها؟ عن طريق الباندل. الجيت مهم جدا لانه هو فيرجن كنترول سيستم ينظم مشروعك، ونفس الوقت راح يقول لك مشروعك اذا كان فيها اي تعديلات وين يكون هاي التعديلات، ولما تيجي تريد تعمل سبميت لما تعمل اي تغييرات راح يقول لك هل في تغييرات فعلا بين ملفات مشروعك اللي موجوده في الويندوز وبين الملفات المشروع اللي موجوده على الكلاود او على الستيج اللي موجود فيه حاسبتك. اس كيو ال لايت هو داتابيز صغير ممكن نستخدمه، لكن في دورتنا احنا راح نستخدم ماي اس كيو ال لايت. التايني تي دي اس هذا ما راح نتكلم عنه، ولا الاس كيو ال سيرفر سبورت، هاي لجماعه الويندوز سيرفر في حال اذا يريدون يستخدمون اس كيو ال. تمام. طيب هنا احنا عندنا كمل يطلب عندنا كونفيجر جيت اند اس اس اتش، ممكن نعمل فينيش اوكي، بعد ذلك نعمل هنا كلوز. طيب هنا احنا ايضا نحتاج الى احد الاديتور، على سبيل المثال الاتوم، راح اقوم بتنصيب الاتوم. لاحظ الاتوم يطلب من عندي انه انا اقوم بتنصيب النت 4.5، نت فريم ورك 4.5. ايضا لما اقوم بتنصيب ماي اس كيو ال ورك بنج يمكن ايضا راح يطلب من هذا الشيء. طيب بهذه الحاله خلي اعمل هنا كانسل على ويندوز 7 كارد. لما تعمل كانسل لازم تنتظر كثير. طيب هنا في الويندوز 7 انا محمل اوف لاين، محمل اوف لاين الدوت نت 4.5. اوكي دوت نت 4.5 ممكن تلقاها على موقع مايكروسوفت، او ممكن تكتب فقط يعني في جوجل تكتب دوت نت 4.5 على سبيل المثال 0.2 اللي هو اخر اصدار لها. لاحظ هذا موجود على المايكروسوفت نت فريم ورك 4.5.2. اوكي هاي مجموعه مكاتب ممكن يحتاجها، فممكن اعمل هنا داونلود. طبعا هذا ياخذك على الداونلود سنتر. في الداونلود سنتر ممكن تختار اللغه انجلش على سبيل المثال، ممكن تضغط على داونلود ويقوم بتحميلها. تمام يقوم بتحميلها. طيب هنا ثانك يو فور داونلودينج، راح اوقفها لان راح يقوم بتحميلها، احنا ما نريد نحملها. هنا ايضا احتاج انه اذهب لهيريكو اللي انا عملتها حساب هيروكو علي لسهوله الحفظ، هيرو يعني بطل، كو فخلينا ندخل على حساب اللي احنا عملناه جديد. تمام لحين تنصيب النت فريم ورك. طبعا للناس اللي عندها نت فريم ورك اوكي ما عندك اي مشكله. طيب لهنا عندكم اي سؤال؟ لو واضح عملية التنصيب. بهذه الدورة أنا راح أستخدم الإديتور أتوم. أنا طبعا دائما أستخدم الفيجوال ستوديو كود، لكن بهذه الدورة راح أستخدم أتوم. أوكي أنت حر. طبعا بالروبي أون ريلز أنت ما سألتوني أي آي دي إي أستخدم. في الروبي أون ريلز عادي ممكن تستخدم أي آي دي إي اللي يتوافق مع روبي أون ريلز، يعني أنت حتى ممكن تستخدم نوت باد. أوكي بس لكن أكيد إحنا لما نيجي نريد يعني اللي أنصحكم بها فيجوال ستوديو كود، أتوم، هذول الاثنين أنا بالنسبة لي مفضل جدا، يعني أتوم أو فيجوال ستوديو كود، لأن عندهم بلاجنز كثيرة تدعم الروبي، تدعم التمبلت للروبي، تدعم الكودات اللي تستخدمها بالكنترولر والموديل، يعني هو أوتو كومبليت في داخلها موجود. سبلايم ليست مجانية بفلوس، فما ما ارجحها يعني.
سبلاين بفلوس يعني. اوكي خليني اشوف هنا تقريبا بيعمل تنصيب يعني، كان ممكن انا اصبها سابقا بس انا حبيت ان اصبها امامكم قلت حتى اذا واجهتنا مشكله كيف نحلها. اوكي لاحظوا احنا نحتاج، انا بالنسبه لي راح استخدم اتوم. اوكي الاتوم اللي يعتمد على النت فريم ورك. الجيت ايضا قمت بتنصيبها. عندنا ايضا الهيريكو سي ال اي للناس اللي سالت انه هل هيريكو يعتمد على كوماند لاين. نعم الهيريكو لازم تكون محمل في داخل حاسبتك. اوكي اليوم ايضا راح نستخدم ماي اس كيو ال ورك بنش كوميونتي اللي هي كيف تتعامل مع الداتابيز بجراف واجهه رسوميه بدل الكود. ايضا راح اقوم بتنصيب النود جي اس. تمام الريلز انستلر احنا قمنا بتنصيبه، وفي عندنا ايضا الفي سي الاي سي بلس بلس مكتبه السي بلس بلس ايضا راح نقوم بتنصيبها، وعندنا ايضا الاكزام. اوكي الاكزام اللي هو بيوفر لك البي اتش بي والماي اس كيو ال والاباتشي، احنا راح نحتاج من عند الماي اس كيو ال فقط. تمام طيب احنا عندنا ايضا شيء اخر هنا في الكلاود ابلكيشن بلاتفورم. نرجع للهيريكو. طبعا راح اعمل لوجن لان انا كان عندي حساب عليه. ف كود فور ايراك دوت at gmail.com. ايضا هنا اكتب platform dot code for Iraq. اوكي والباسورد اختار الباسورد واعمل لوجين. خلونا نعمل اول تطبيق في داخل الهيريكو. طيب ما هي التطبيق اللي انا راح اعمله في داخل الهيريكو؟ لاحظوا تمام خلينا نشوف الداونلود. اوكي كمل التنصيب. اذا انا راح اقوم بالمرحله الاخرى اللي هي الجيت. الجيت ايضا راح اقوم بتنصيبها لان انا سمعت حسب اللي سمعته بالمبرمجين ميانا في انه عندهم مشكله لا يستطيعون تنصيب جيت في الويندوز 7، لكن لاحظت انه بالعكس الجيت ممكن تنصيبه بسيط جدا فقط نيكست نيكست نيكست. هنا بيسال هل استخدم الفيم، انا راح اقول لا استخدم النانو واعمل له نيكست. هنا يسال جيت فروم باش، اوكي راح اتركها مثل ما هي. نيكست 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 next next خلاص. اوكي طيب هنا دخلنا في الهيريكو. راح استخدم ممكن اني اعمل لي مشروع اللي باستخدام الروبي. تمام اعمل لك كليك. جماعه اللارافول راح تستخدم بي اتش بي. تمام جماعه المين ستاك او ميرن ستاك نو جي اس. اوكي هنا عندك ايضا البايثون جماعه الجانجو مثلا. طيب هنا getting start with Heriko on Ruby. أضف إلى ذلك إذا أنتم حبيتوا تعملون تطبيق ممكن أيضا تعتمدون على documentation. على سبيل المثال لو أجي هنا أكو شيء اسمه documentation. documentation جدا رائع في الهيريكو يعلمك الخطوات بالتفصيل. فهنا ممكن أنا أكتب مثلا Ruby on Rails 5. تمام Ruby on Rails 5 راح يعمل search. طبعا صار عندي الجيت تم تحميله. ممكن اعمل ايضا لانش اشيل الفيو اعمل فينيش الاحظ انه تمام كل شيء اوكي. تمام طيب هنا عندي الجيت ايضا تم تنصيبه. راح اقوم هالمره بتنصيب الهيريكو. طيب الهيريكو ابلكيشن كيف انا احصلها؟ الهيريكو سي ال اي يعني انت مجرد انه انت تجي على سبيل المثال لاحظ هنا بالسيرش بس خلي هذا يكمل تنصيب. هنا بالسيرش لما كتبت Ruby on Rails 5 طلع لي get start with Rails 5.x on Heriko. ممكن أضغط عليها كليك راح يعطي لي documentation كامل عن Ruby on Rails. راح أبقي documentation وراح نتبع documentation. طبعا ممكن أنا أكتب لك الكوماند من عندي بس لكن أنا حابب أعتمد على documentation حتى تشوف إحنا كيف نستخدم documentation ونتعلمه، وحتى بعد ذلك ما تحتاج إلى محمد عيسى أو غيره أنه يشرح لك إياه. طيب هنا ايضا نحتاج الى Heriko CLI. تمام Heriko CLI مجرد اكتب Heriko CLI راح ياخذني الى Heriko CLI Heriko Dev Center. خلينا نعمل عليه كليك. لاحظ هنا عندنا شيء اسمه داونلود انستول ماك ويندوز. اضغط على ويندوز مثلا ياخذني للويندوز. في الويندوز يقول لك انت عندك انستلر 32 ل 64 حسب مثلا 64 يقول لك كليك. لما تقول لك كليك راح يقوم بتحميل هذا. تلاحظ حجمه تقريبا 19 ميجا.
فهو بعد ما يتحمل يكون بهذا الشكل. تلاحظ هيريكو سي ال اي اللي هو نفس الاسم، تمام؟ فهنا عندك الهيريكو تم تنصيبه كلوز. طيب عندنا بعد شنو شيء اخر انا الصباني عندي النود جي اس ايضا انا الصبا. في مكاتب، بعض المكاتب تعتمد على النود جي اس، خلينا ننصب النود جي اس ايضا. اوكي طيب نضغط نيكست 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 انستل خلاص تمام. ممكن يطلب عندنا الادمنستريشن. اوكي اذا لحد ما يكمل التنصيب. اذا هذا هو طريقه تنصيب الهيريكو في الحاسبه. طبعا بالنسبه لللينكس انا شرحته في دوره روبي اون ريلز. نضغط يس. اوكي روبي اون ريلز انا شرحته بالقناتي موجوده طريقه التنصيب والى اخره من امور، لكن الويندوز كان قليل، يعني شرحي كان عليه قليل، فقط تنصيب. ولاحظت كثير من الناس كانت تشتكي انه عندها مشاكل مع الروبي اون ريلز اثناء عمليه التنصيب، فلذلك احنا بدنا نركز اليوم اكثر شيء على الويندوز 7 وال10، لكن انت ممكن ايضا تبرمجها. هذه الاكواد اللي راح نستخدمها في الروبي اون ريلز ممكن تستخدمها على الماك، ممكن تستخدمها على اللينكس بدون اي مشاكل. فاذا انستل سكسسفولي نجي على هذا، ايضا تحتاج تحمله اللي هو فيجوال سي بلس بلس 2015، تمام؟ فيجوال سي بلس بلس 2015 مجرد تقول له انستل وخلاص، هو راح يقول لك انستل سكسسفولي. يعني هنا بس مجرد تكتب فيجوال سي بلس بلس، تمام؟ 2015 لا تنسى 2015 Visual C++ 2015 Redistributable. فهنا لاحظوا بينصبها نفس ياخذك للموقع English. اوكي تقول داونلود بس، تمام. فللناس اللي تحب تعرف الرابط، هذا هو الرابط، راح اكتب لكم اياه على الشات، ممكن تزورونه، تمام. بقى اوكي طيب هذا تم تنصيبه. يبقى عندي اتوم، الاتوم ايضا اقوم بتحميله. اتوم اديتور ممكن انه تزوروا موقع اتوم، فقط مجرد اكتب اتوم. اي دي اي رائع جدا حقيقه، الاتوم دوت اي او اللي هي بالعربيه الذره، تمام. ففيها نسخة ويندوز، نسخة لينكس، نسخة ماكس، ماك عفوا. يعني انا احب دائما استخدم اللغات او عفوا الاي دي اي اللي يدعم مالتي بلاتفورم، كروس بلاتفورم تكون. ليش؟ لان هذه الاي دي ايز تكون مميزة، انه انت ما تحتار لما تيجي تستخدمها، ما تحتار انه انت لما تشتغل على اي دي اي ومتعلم عليه ومتمكن عليه، مثلا لما تغير نظامك مثلا ممكن تواجهك مشاكل معينه. فهنا نقدر نقول انه نيفر، نغلقه. هذا الاتوم ايضا تم تنصيبه. يبقى عندنا الاكزام، اكزام يس، اكزام ابلكيشن يوفر لك البي اتش بي والاباتشي وايضا ال SQL Server، تمام؟ يوفر لك MySQL, Apache, FileZilla, Mercury Mail Server, Tomcat, Perl, PHP, PHP MyAdmin, WebLazer، وعندنا الفيك Send Mail، Send Email، تمام؟ هذا الصح أشيله، ما أحتاجه، Next, Next، ويقوم بتنصيب الزامب. ليش؟ الزامب ليش أنا أنصبه؟ في حالة إذا أنا حبيت أربط الروبي أون ريلز مع MySQL. أضف إلى ذلك أنه إحنا في هذه الدورة لن نقوم باستخدام MySQL اللي موجود في الحاسبة، بل سنقوم باستخدام ClearDB اللي هي Database حوسبة. ClearDB هو MySQL، لكن هذا MySQL هو Cloud، بمعنى أنه هذا MySQL ما تحتاج إلى تنصيبه، لن تحتاج إلى تنصيبه في داخل حاسبتك، أوكي؟ أنت راح يكون عندك مربوط مع Database. MySQL as a services Cloud. فالجميل به أنه Database اللي عندك ممكن توصله من أي مكان بالعالم، عنده خدمة مجانية، ينطيك فد حجم بسيط اللي هو تقريباً
5 ميجا تقريبا يمكن لو 16 ميجا يمكن تقريبا. اوكي فالبارتنرز مالتك كثيرين طبيعي انه عندك مايكروسوفت، عندك جماعه ازور اللي هو كلاود، عندك امازون، عندك جوجل، والسوفت لايرز يعني شركات عملاقه تعتمد على الداتابيز كلير دي بي. تمام، فرائع جدا. راح نشوف كيف نربط ايضا الكلير دي بي مع هيريكو، لان احنا تطبيقنا راح يكون موجود على هيريكو. بمعنى اخر انه هاي الدوره خاصه ايضا تربطك، يعني تربط لك بكثير اشياء، البوتستراب مع الروبي اون ريلز مع الكلاود، كيف راح نستخدم الهوست الخاص بنا كلاود، وكيف نستخدم الداتابيز ايضا يكون كلاود. يعني الدوره ما شاء الله كلاود في كلاود، لكن الزامب احنا بننصبها لانه راح يحل لنا مشكله كلش كبيره في حاسبات الويندوز. طيب الزامب ايضا اذا حبيتوا تقومون بتحميلها موجوده على الانترنت. طبعا بالنسبه للويندوز الزامب اكو شيء اسمه وامب، اوكي ممكن تحملوها، بس انا انصحكم تحملون الزامب. الزامب كروس بلاتفورم. للناس اللي تدور على 64 بت لازم تروح تحمل وامب، لان الزامب يوفر 32 بت للويندوز. موجود عنده نسخه 64 بت للماك واللينكس. لو اذهب لسكشن الداونلود على سبيل المثال راح الاحظ النسخ الموجوده في الزامب للويندوز اللي هي كلها 32 بت. مع العلم في اللينكس موجود عندك 64 والماك متوفر ال 64، يعني اللينكس والويندوز لينكس والماك متوفر 64 بت، الويندوز متوفر 32 بت. النسخة اللي أنا استخدمتها شخصياً في هذه الدورة هي 7.0.26 PHP 7.026. هذه النسخة أنا استخدمتها في هذه الدورة. تمام؟ هاي إذا حبيت تعرف أي زامب أنا استخدمتها. هنا راح يسألني هل تريد تشغيله؟ أوكي ممكن أنا أشغله فينيش. لغة الإنجليزية. هنا اجي اعمل ستارت مثلا كتست الو، طبعا باقي 10 دقائق الو اوكي، وارجع مره الاخ اعمل ستوب حتى اتاكد انه كل شيء تمام. اوكي تمام خلاص، انا عندي مراحل التنصيب للتطبيق انتهى، يبقى علي انه اتاكد هل تم تنصيب كل شيء تمام. طيب اذهب للسي ام دي على سبيل المثال. في السي ام دي اجي اكتب هنا لو كبرنا الفونت اديت properties على سبيل المثال، الفونت لو عملنا for example 18 أو نالو properties الفونت على شيء 10، مش عجب. أوكي تمام. هذا تصور واضح لكم، لو أكبر بعد أكثر أفضل يكون 36. الفونت واضح تمام، بس كتبوا لي تمام إذا كان الفونت واضح، يعني حجم الفونت. اوكي طيب هنا بس مجرد اكتب نود، اوكي نود ماينس في، طلع لي نسخه النود اللي هي 8.9.3. طيب اكتب هنا ريلز ماينس في، طلع لي 5.1.3 احدث شيء. اكتب روبي ماينس في، الروبي هو 2.3.3. اكتب هنا الجيت ماينس ماينس فيرجن 2.15. تمام، اذا هذه الادوات موجوده عندي كلها منصبه. حلو، يبقى علينا انه احنا نحمل الروبي في حاسبتنا. طبعا انا ممكن اعمل لي فولدر خاص على الديسكتوب او على اي دراب انا اريده، يعني على سبيل المثال انا ممكن اعمل سي ال اس اللي هو كلير، واكتب هنا سي دي دوت دوت سي دي، خلونا باليوزر اي ثينك، او سي دي دوت دوت داير انتر. انا الان موجود في السي دايركتوري. طيب سي ال اس، في السي دايركتوري انا ممكن اعمل لي ملف فليكن مثلا رايت كليك نيو فولدر واسميها ماي اب، او اسميها اوكي بروجيكتس انتر. تمام فولدر عندي اسمه بروجيكتس، اجي هنا اكتب سي دي projects. انا الان في داخل البروجكت. طيب نرجع للدوكيومنتيشن، تتذكرون احنا كان عندنا دوكيومنتيشن الجيت ستارت وذ روبي اون ريلز هيريكو. ننزل للاسفل، اول شيء بيطلب من عندنا انه انت لما تريد تحمل روبي او تعمل تطبيق للروبي مفروض تكتب، خلينا نكبر الفونت اوكي
زوم ما أعرف الفونت واضح عندكم الكود واضح نكتب هنا create new app نحتاج إلى أنه إحنا نعمل application جديد لاحظوا هنا يقول rails بالcommand rails new my app dash dash database يساوي postgre بمعنى أنه هذا تخلق فيها database هذا هنا اوكي هنا بيخلق الداتابيز بوستجري بس احنا قلنا انه الداتابيز الخاص بنا هو ماي اس كيو ال اي طيب كيف انا احورها عادي جدا انه اذهب لي الترم السي ام دي بيست لاحظ ريلز نيو ماي اب هو اسم تطبيقك انت حر ممكن تكتب اي شيء لكن ناقص ناقص الداتابيز مفروض انه اكتب ماي اس كيو ال وليس بوستجري ماي اس كيو ال طبعا بوستجري ايضا داتابيز مشهور جدا مفتوح المصدر لكن احنا دورتنا قائمه على الماي اس كيو ال اذا ريلز نيو انشئ لي تطبيق جديد اسمه من ماي اب هذا اسم تطبيقك وهذا داتابيز وهذا نوع الداتابيز اللي هو ماي اس كيو ال مجرد اقول له انتر راح الاحظ الحياه جميله ويبدي بعمليه ران باندلز ران باندلز راح يبدي يشيك هل كل المركبات المكاتب الضروريه لانشاء هذه التطبيق جاهزه ام لا تم تنصيبها ام لا هاي هي الفكرة من الباندلز راح يعمل لك تشيك للمشروع بالكامل الباندلز يفحص الجيم فايل راح نشوف جيم فايل بس خلي أول شيء يكمل طبعا هذا يعتمد على الانترنت وعلى سرعة الانترنت في إنهاء البروجكت تمام فاحنا احنا عندنا اخر شيء انه احنا بعد ذلك المفروض من عندنا نذهب للدايركتوري الخاص بالابلكيشن اللي هو cd my app لكن اكيد انا لازم انتظر الران باندل انستول اتصور هنا راح يعطيني ايرور اتصور لان معظم المشاكل مع الماي اس كيو ال بس احنا محضرين الى حل كيف نتفادى الماي اس كيو ال ايرور لان المكتبه اللي يقوم بتحميلها الريلز غير متوافقة مع الويندوز فهذا اللي يعمل مشكلة حقيقة إذا غير واضح ممكن تسأل أوكي راح ننطي لك المايك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك حبيبي أستاذ محمد أهلا وسهلا الله يخليك لا قصدي أنه كل ما أريد أسوي مشروع لازم أكتب هذا الكوماند بحيث لازم حتى يحمل الملفات مالته اللي هي Rails New App بالضبط 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 أكيد أكيد يعني أنت تشتغل على اللارافل أتصور صح بالضبط فأي أنت أقارن بين هاي وهاي يعني كل ما أريد أسوي مشروع جديد لازم أكتب هذا اللي عاز لازم كل تطبيق تعمله لازم تكتب Rails New وتكتب اسم المشروع مثلا My Blog My Posts أي شيء أي اسم أوكي طيب احنا دا نلاحظ انه بقى اقل من دقيقه لاحظوا دا يسوي هذا عافيه تدلل استاذي طيب احنا دا نلاحظ انه طبعا نحاول انه ما نوقف السيشن لاحظوا هو بدا بعمليه الباندل ران باندل بدا يعمل فيتش للجيمز اللي يحتاجها لاحظوا هذا المشروع بها اشياء كثيره يقوم بتحميلها هاي كلها تعتبر جيمز مكاتب ضروريه لتطبيقك لاحظ ايضا بيقوم بتحميل الماي اس كيو ال ليش لانه احنا ذكرنا لانه احنا بنستخدم ماي اس كيو ال توربو لينكس وإلى آخره. الريلز أيضا عند الجيم. راح نشرحها بالسيشن القادم. ما هي الفائدة من الريلز جيم. لاحظوا بيقوم بتنصيب الميل. الادريسابل. كل هذه الأشياء ضرورية للمشروعك اللي تبنيه بالروبي أون ريلز. لكن ليس الشرط أنه أنت تقوم باستخدامها جميعها. تمام؟ يعني هو يقوم بتوفير كل الأشياء الضرورية لعمل البروجكت لكن ليس شرطاً أنه أنت تستخدم كل هذه الجيمز اللي يعطيك إياها وأكيد تعرفون البلاتفورم إحنا صممناها على روبي أون ريلز يعني تصميم البلاتفورم اللي تدخلوا له هو روبي أون ريلز طيب نرجع لموضوع الروبي اون ريلز نلاحظ هنا
عندنا مشكلة بالروبي اون ريلز انه يقول لك ماي اس كيو ال از نوت ريكوجنايزد از ا انترنال اور اكسترنال كوماند اوكي اوبريشن بروجرام اور باتش فايل تمام. فعندنا هنا مشكلة باستخدام الماي اس كيو ال كونكتور سي فيرجن 6.1.11. حتى احل هاي المشكلة اللي احتاجها انا حملت اكزامبل لهاي لحل هذه المشكلة، بمعنى انه انا كل اللي احتاجه اعرف وين مسار الزامب او اكزامب كيفكم تسمونه حسب اللي تريدونه. اذهب للسي، هو الزامب دائما ينزل في السي، هذا هو موجود هنا في السي. اذهب لشيء اسمه MySQL هذا MySQL في داخل الزامب، افتحها. كل اللي احتاجه انه انا اخذ مسار MySQL. طبعا هنا عندك البن فايل، افتحها اخذ هذا المسار كوبي، لاحظ سي زام ماي اس كيو ال بن تمام. واذهب للكمبيوتر، اذهب للكمبيوتر اقول رايت كليك بروبرتيز، اذهب للديفايس مانجر، عفوا ليس الديفايس مانجر اللي هو الريموت سيتنج، اذهب لادفانس. في الادفانس في شيء عندي انفايرمنت فاريبلز، اضغط على الانفايرمنت فاريبلز، في شيء عندي اسمه باث، دبل كليك على الباث، اذهب لنهايه الباث. في نهايه الباث اضع فارزه منقطه واعمل بيست للشيء اللي استنسخته اللي هو سي زامب ماي اس كيو ال بن، اضغط اوكي اضغط اوكي اضغط اوكي، اغلق هذا وارجع للسي ام دي. السي ام دي احتاج اغلقه مره اخرى حتى ياخذ الايفكت التاثير. سي ام دي اكتب مره اخرى، اضغط على السي ام دي، انفتح السي ام دي من جديد، اكتب سي دي نقطتين سي دي نقطتين، وهنا أنا اجي اكتب سي دي بروجكت تمام. داير راح ينطيني الفولدر اللي هو ماي اب، اكتب سي دي ماي اب سي ال اس. طيب هنا اجي اكتب مرت الاخ بندل انستال تمام، باندل انستال، اعمل انتر، راح يقوم بتحميلها. اذا قام بتحميل كلها بطريقه ناجحه. ديبندنسي 67 جيمز ار ناو انستالد، ما عندنا اي مشاكل. لاحظتوا اجتازينا مشكله الماي اس كيو ال.